جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، إذا كانت، يقول السائل، إذا كانت المرأة تعصي الزوج في جميع أموره وتقوم بتهزئته، فما موقفه منها مأجورين؟ موقفه منها أن ينصحها ويعظها ويذكرها ويعمل قوله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن أين طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. قد أعطاه الله هذه العلاجات مع زوجته. نعم.